الموضوع بتاع النهاردة هو البحث عن يسوع التاريخي. البحث عن يسوع التاريخي. The quest of the historical Jesus. وأنا بحكي مع هاب العبارة إنه مين كان يتخيل إن إحنا في مصر هنا نقدم محاضرات وندافع عن تاريخية المسيح. الحاجات دي احنا بندرسها بقالي 30 سنة، لكن بدرسها في الغرب، لكن ما تخيلتش في يوم من الأيام اني اقدمها في مصر. بس لانه العالم اصبح قرية صغيرة، كل المعلومات يمكن وصلت متأخرة، نشكر ربنا ما وصلتش من 100 سنة زي الغرب، لكن على الأقل الهجوم على يسوع التاريخي عند البعض أصبح قضية بتدور على إجابة. الجزء الأولاني من المحاضرة النهاردة هدي فكرة عامة. ده الجزء الأولاني، أتمنى أن أنا أكون ملتزم بالوقت. الجزء الأولاني هدي نظرة تاريخية عامة عن بداية البحث عن يسوع التاريخي. إمتى بدأ البحث؟ ومع مين؟ وليه؟ وإيه الافتراضات اللي اتحطت إلى آخره. الجزء الثاني، مشكلة البحث عن يسوع التاريخي هو رفضهم للأناجيل. ما هو لو مش بيرفض الأناجيل كمصادر تاريخية لمعرفتنا عن المسيح، ما كانش هيبقى عنده مشكلة إنه يدور على يسوع التاريخي. كان بسهولة يرجع للأناجيل ويقبل اللي موجود في الأناجيل، والأناجيل كمصادر تاريخية بتقول له عن مين هو يسوع. لكن المنطلق بتاعه، لأنه هو رافض الأناجيل الأربعة ومش مقتنع بيها أنها مصادر تاريخية موثوق فيها بتقدم المعلومة الصح عن المسيح، فهو بيعمل إيه؟ بيدور على يسوع التاريخي برا الأناجيل وبرا الكنيسة. مش كده؟ زي ما قلت، الجزء الأولاني هتكلم فيه عن جزء تاريخ هذا البحث عن يسوع التاريخي. شخصية يسوع المسيح شخصية عجيبة وفريدة ومتميزة ومصدر للحوار وللنقاش حتى بعد 2000 سنة. مازال التايتل الكبير اللي بيتحط من وقت للتاني على مجلة تايم ماجازين هو عن شخصية يسوع. ويوم ما يتحط التايتل ده حتى رقم المبيعات أو النسخ بيزداد. مازال يسوع المسيح هو أيضاً يعني الانشغال الأدبي للأفلام وللمسلسلات وأيضا للروايات. اللي عايز يكتب رواية وتبقى مشهورة زي دافينشي كود أو غيره بيكتب عن يسوع المسيح. اللي عايز يعمل فيلم ويتذاع أيام الكريسماس أو أيام الإيستر يعمل عن لاهوت المسيح أو عن شخص المسيح. اللي عايز يعمل كتاب يقدم فيه يسوع التاريخي زي ميل جيبسون لما قدم The Passion of Christ أو صلب المسيح، ده برضو حقق أرقام كثيرة. فمازال شخص يسوع هو الشخصية الجذابة حتى بالنسبة للروائيين وللكتاب وللأدباء وللسينمائيين إلى آخره. البعض طبعا خدوا خياله وفكر عن يسوع المسيح إنه شخص يعني غامض، شخص ما صلبش، هرب من الصليب واختفى واتجوز وعاش ومات. بعض الاخر قال لك لا، ده المسيح راح الهند وتعلم البوذية ومبادئ البوذية والتسامح، ورجع من الهند الى اليهودية يعلم عن التسامح وعن التعليم البوذية. ما زالت هذه الأفكار متداولة وبقوة. نظرة سريعة بقى على تاريخية البحث عن يسوع. أول واحد بدأ هذه الدراسة، لما ندرس عن البحث عن يسوع التاريخي، وهكلم يعني إيه البحث عن يسوع التاريخي، عندنا أربع مراحل مر بيهم هذا البحث أو هذه المدرسة النقدية لشخص يسوع. سميها المدرسة أو البحث القديم، كويس، وبعدين المرحلة الثانية، وبعدين عندنا مرحلة البحث عن يسوع، وبعدين عندنا المرحلة الثالثة والرابعة اللي احنا عايشين فيها هذه الأيام، واتكلم عن كل واحدة بالتفصيل.
مدرسة البحث عن يسوع التاريخي 99% من العلماء اللي بيؤمنوا بأنه لازم ندور على يسوع التاريخي بيؤمنوا أن يسوع شخص تاريخي. أقولها تاني، 99 من العلماء والنقاد والمتشككين اللي بيدوروا على يسوع التاريخي بيؤمنوا أن يسوع شخص تاريخي، بما فيهم بارت إيرمان وغيره، كويس؟ لكن الفكرة بتاعتهم إنه الأناجيل قدمت لنا صورة غير حقيقية عن الشخص اللي عاش من 2000 سنة في اليهودية. واضح الفكرة؟ فبالتالي احنا نرفض الأناجيل وندور عليه ايه؟ برا الأناجيل. فيسوع اللي جوه الأناجيل أطلقوا عليه The Christ of Faith، مسيح الإيمان، واليسوع اللي برا الأناجيل اللي لسه بيدوروا عليه سموه Jesus of History، يسوع التاريخ، وفصلوا ما بين يسوع التاريخ ومسيح الإيمان، وقالوا إن الصورة اللي عند المؤمنين والكنيسة وأتباع المسيح هي صورة من اختراع تلاميذ المسيح ومن اختراع الكنيسة وبالأخص المجامع المسكونية. فهي دي الفكرة. البحث عن يسوع التاريخي بدأ مع واحد اسمه ريماروس. ريماروس كان أستاذ اللغات السامية في ألمانيا، كان بيدرس عبري ويوناني كمان وبيدرس الأرامي، كان مالتي لينجوال، يعني عنده مقدرة يدرس على أكثر من لغة. وبعدين فصل هو ما بين يسوع التاريخي وما بين ما قدمته الأناجيل عنه. قال إن يسوع اللي عاش من 2000 سنة مش هو نفس الشخص اللي بيتكلم عنه الأناجيل. يسوع التاريخي ده كان شخص يهودي نادى بملكوت الله، ولأنه يهودي نادى بملكوت حرفي، يعني هو هيؤسس ملكوت حرفي وهو يكون الملك، وملكوته يكون ملكوت أرضي سياسي يتم بالتحرر من الرومان، ويؤسس مملكة ويجعل أورشليم عاصمة لهذه المملكة. واضح الفكرة؟ ده اللي إيه؟ قالوا كتبوا كده بالنوت بتاعه كده، قال اللي احنا بنقرأ في الأناجيل ده مش هو يسوع التاريخي، يسوع التاريخي ده مختلف خالص عن كده. قال كمان ان يسوع التاريخي في بداية خدمته قال انه المسيح وادعى انه المسيح، وكان بيأمل انه يؤسس ملكوت أرضي من خلال ثورة، يقوم بثورة، ثورة على الحاكم الروماني وثورة على قادة الدين اللي هم الكتبة والفريسين إلى آخره، ويؤسس ملكوت. لكن هذه الأحلام للأسف كلها تبخرت وتم القبض عليه ويعيني صلبوه ومات. لكن التلاميذ ما استسلموش. التلاميذ علشان يحيوا هذا الحلم بتاع المسيح قاموا بسرقة جسده من القبر، وقالوا انه قام، وكمان حطوا بعد اخر لموته ما كانش موجود، وهو مات من اجل خطايا العالم، فده اساسا ما كانش موجود. لكن لان التلاميذ حبوا يسوع بهذه الدرجة فهم سرقوا جسده وقالوا انه قام من بين الاموات، وفسروا موته على انه تفسير لاهوتي ان المسيح مات من اجل خطايا العالم. ريماروس كان شوية جبان، كان يمكن كان بداية هذا الفكر، فما كان خايف انه يطلعه، فكتب كل النوتس ده وحطه في درج مكتبه لحد لما مات، وبنته بتدور في المكتب لقيت هذا النوتس اللي مكتوب عن تاريخية يسوع، فقامت بنشره كبحث، وابتدأ الناس تقرأ عن هذا الموضوع. فنتورياني ده كتب كتاب سماه A Non-Supernatural History of the Great Prophet of Nazareth، وقدم تفسير منطقي، تفسير مش للمعجزات المسيح على انها سوبرناتشرال معجزات. يعني دايما احنا فكرة المعجزة انها ايه؟ تدخل الهي، انها حاجة الانسان ما بقدرش يعملها. المعجزة هي حاجة سوبرناتشرال، كويس؟ هي آية، هي حاجة
غير طبيعيه بتحصل. فهو قال انه المسيح اساسا ما كانش بيعمل معجزات، ده المسيح كان خبير في العلاج بالاعشاب. عارفين اللي بيقعدوا في الشارع كده وبيبيع على اعشاب يقول لك للفيروس سي وللمش عارف ايه، المسيح كان خبير في العلاج بالاعشاب، وكان حاطط الاعشاب فين؟ في جيبه. فلما بيروح يعالج حد بيطلع العشب المناسب فيقيم او يشفي هذا المريض. هو كل فكره ايه؟ انه يلغي حكايه المعجزه. يعني الايمان ان يسوع حاطط اعشاب في جيبه وبيطلع العشب المناسب اللي يشفي به المريض او يخلي المراه المنحنيه تبقى مستقيمه او المراه النازفه توقف الدم، دي كلها كانت اعشاب. عشان تؤمن بده ده انت محتاج ده تخيل غير عادي. لكن لانه المنطلق زي ما قلت، المنطلق في كل النقد الكتابي للكتاب المقدس ولشخص يسوع ليس قلة الأدلة، مش لأنه ما عندناش أدلة. المنطلق بتاع المتشككين مش قلة الأدلة، المنطلق هو عدم الإيمان بالكتاب المقدس. فبالتالي هو هيدور على أي حاجة خارج الكتاب المقدس، هي بداية طعن في الكتاب. وانس ان انت طعنت في الكتاب هتقدر ان انت اي حاجه تانية هتتخيلها وتبقى بالنسبه لك ميك سنس، مع انها سوري فيري ستيوبيد، غباء. حتى العيل الصغير ما قدرش يقتنع بيها. لو جبت اولاد مدارس الاحد قلت لهم ان يسوع بيشفي بالاعشاب وكان حاطط اعشاب في جيبه وعمال يمشي وكل واحد يروح يقابله كان يشفيه بالاعشاب، يقول لك ازاي؟ واحد تاني جه سنه 1828 اسمه هنريتش بوليس، نادى بايه؟ نادى بحاجة اسمها خداع بصري. المعجزات ما هي الا خداع بصري. التلاميذ وهم مضطربين ومنزعجين وقلقانين وخايفين من الموج ومن الريح في البحر، تخيلوا يسوع ماشي على المية. تخيلوا يسوع جاي على المية. It's optical illusion. It's not real. كويس؟ طب الكلام اللي الرب يسوع قاله مع التلاميذ، طب لما قال لبطرس تعالى وبطرس جه، طب لما وبخ بطرس بسبب عدم ايمانه، ما هو النص فيه تفاصيل كتيرة بتثبت تاريخية الحدث اكثر منطقية من انه optical illusion. لكن زي ما قلت هو رافض فكرة ان يسوع يعمل معجزات، ورافض فكرة وجود اساسا معجزات، ودي واحدة من الاشياء اللي بيرفضها دايما المتشككين لما بيقول انه النص الكتابي ما ينفعش اؤمن بيه. طب ليه ما ينفعش تؤمن بيه؟ يقول لك اصل هو بيتعامل مع الغير ممكن. النص الكتابي بيحكي عن امور غير ممكنة، اما التاريخ فهو بيسجل امور ممكنة possible things، لكن الكتاب بيحكي حاجات impossible صعبة. طب ما اذا كان الله هو المتدخل في التاريخ فاكيد الله هيعمل حاجات مستحيلة. ما هو التاريخ ليس صنع الإنسان. لو هو تاريخ صنع الإنسان، لو الكتاب المقدس هو مجرد تاريخ عن الإنسان منفصل عن الله، ما كنتش هتجد فيه معجزات. لكن لأن الكتاب المقدس هو أساساً معاملات الله مع الإنسان، فهو تضمن جزء من هذه المعاملات تدخل الله بصورة معجزية، بصنع آيات وعجائب، بشفاء، بقيامة من الأموات، بشق البحر، بكل هذه الأمور. فالتاريخ ليس من الإنسان فقط هو اللي بيصنعه، لكن الكتاب المقدس هو الله المتداخل في التاريخ الذي يصنع التاريخ ويحرك التاريخ. نروح لواحد آخر، ستراوس. اعتبر أن المعجزات في حد ذاتها لا تزيد عن كونها أساطير نبعا من مخيلات التلاميذ. ليه اساطير؟ قال لك لانه هم عايزين يوصلوا امور
عن شخص يسوع المسيح. فمثلا التجسد او الميلاد العذراوي هو أسطورة، ولما نقول أسطورة بمعناها او المعنى اللي بيستخدم النهاردة من ضمن النقاد انه كرواية غير تاريخية الغرض منها توصيل عقيدة او ايمان. فالميلاد العذراوي والتجسد ما هو الا رواية غير تاريخية الغرض منها ان يقول لك انه ربنا قريب من الانسان، لكن تفاصيلها التاريخية وتاريخيتها غير حقيقية. القيامة أسطورة غير حقيقية الغرض منها ان يقول لك ان ربنا ممكن يقدر انه يعمل اشياء عجيبة، كويس؟ فهو بيفسر كل المعجزات على انها اساطير استخدمتها الكنيسة علشان توصل من خلالها حق او ايمان معين عن شخص الإله اللي بيعبدوه. وتطور فيما بعد أصبح إنها أسطورة مقتبسة من الثقافة الهيلينية علشان أو المصرية القديمة علشان يألهوا شخص المسيح. يعني في كتابه بتاع بارت إيرمان سمى الكتاب When Jesus Became God. خلوا بالكم من عنوان الكتاب، لما يسوع أصبح إيه؟ الله. هو يسوع ما أصبحش الله؟ يسوع ما أصبحش الله. هو كل فكره إيه؟ إنه التلاميذ كانوا يهود، واليهود موحدين بالله، وبالتالي عاشت الكنيسة الأولى في القرن الأولاني مؤمنة أن يسوع المسيح مجرد معلم عظيم عايش في اليهودية. لكن لما انتشر الإيمان المسيحي وصل بقى إلى آسيا الصغرى، ومن آسيا الصغرى إلى اليونان، ومن اليونان وصل إلى روما، فابتدأ الجيل الثاني من المسيحيين، كويس، اللي جايين من خلفية وثنية يتبنوا الأساطير الوثنية. وزي ما الأساطير الوثنية بتأله الهيروز بتوعها، الأبطال بتوعها، هيروكليتس وغيره 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 من دول، فالكنيسة ألهت المسيح، فحطت الأساطير دي، منها التجسد، ميلاد العذراوي، المعجزات، القيامة من الأموات، كل دي عبارة في نظرهم عن أساطير لتأليه المسيح، لكنها ليست جزء من الكنيسة الأولى. طبعا أي واحد بيدرس تاريخ الكنيسة الأولى والأباء ويعرف انه الكلام ده كله هكس، يعني هو السند. عشان كده بعض العلماء من اساتذتي حتى كتبوا مع بعض كتاب سموه ايه؟ When God Became Man، للرد على بارت إيرمان، عندما اصبح الله انسان، صار الكلمه جسدا. المرحلة الثانية بقى دي كانت مرحلة أخرى مهمة، لأنه دي تعتبر ده الكتاب اللي اتكتب اللي يعتبر الكتاب الكلاسيكي. يعني اللي اتقال قبل كده كان مجرد أفكار اتقالت في كتب ونادوا بيها المعلمين، لكن الكتاب الكلاسيكي اللي بقى أصبح المرجع. يعني النهاردة لما نرجع مثلا للإصلاح للريفورميشن بنرجع لمين؟ نرجع للوثر، كالفن، صح؟ فالنهاردة لما نرجع مثلا للكويست ولا للبحث عن يسوع التاريخي نرجع لمين؟ شوايتزر. ده يعتبر اللي خد الفكر زي نظرية المصادر. عارفين نظرية المصادر؟ نظرية المصادر مرت بمراحل. لما جه فيلهاوزن هو اللي حطها ايه؟ في الصيغة الأخيرة بتاعته فنسبت إليه. هنا برضو نفس الفكرة، انه كتب كتاب سماه The Quest of the Historical Jesus، البحث عن يسوع التاريخ. وهو جرد المسيح بقى من كل حاجة، جرده حتى من انه يكون معلم صالح، جرده حتى من يكون مغير للمجتمع ومصلح اجتماعي، وجرد المسيح من كل ما يجعل شخص المسيح مميز.
جرده خالص من كل حاجة. وقال ايه؟ قال لنا هناك صمت. قال هناك صمت في كل مكان ثم يظهر المعمدان. يعني الرواية الكتابية بتبدأ بهدوء وفجأة بيطلع مين؟ يوحنا المعمدان صارخا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. بعد ذلك بوقت قصير يأتي يسوع عالما أنه هو ابن الإنسان الآتي ليمسك بعجلة العالم حتى يتحرك الزمن نحو الثورة الأخيرة التي ستجلب كل التاريخ إلى نهايته. لكن العجلة ترفض أن تتحول فيرمي نفسه عليها فتتحول نحوه وتسحقه، وبكده انتهى مين؟ انتهى شخص يسوع، وحرام انتهى بحياة أو بنهاية مأساوية جدا. رفض قبول الأناجيل ومصداقيتها واعتبر أنها كلها مجرد خرافات، ولازم ندور على يسوع برا الأناجيل وبرا تاريخ الكنيسة كله. عشان كده النهاردة لما تيجي مثلا تكلم البعض، زي ما قلت انه فكرة ان يسوع مش شخص تاريخي فكرة مرفوضة عن 99 من المتشككين، لكن يسوع التاريخي مش موجود في الأناجيل. كويس؟ فاحنا لازم نعمل ايه؟ ندور عليه بره، ولحد دلوقتي بيدوروا عليه بره، ما وصلوش الى حل. الحل اللي وصلوا ليه هو مجرد تخيلات، هو نقد للأناجيل الأربعة، هو رفض لكل ما كتب في الأناجيل وفي القرون الأولى من أباء الكنيسة. كويس؟ خليني أنقل إلى مرحلة أخرى اللي هي المرحلة الثالثة، فان هيرنيك، وكتب كتاب اسمه What is Christianity. وزي ما دافنشي قال لا شيء أصيل في المسيحية، المسيحية مفيهاش شيء أصيل، كله مقتبس من العبادات الوثنية والأساطير الرومانية القديمة. هنا برضو نفس الفكرة، كتب إن المسيحية تخبرنا بالقليل جدا عن حياة المسيح، وعش كده ما ينفعش نرجع للأناجيل ونعتمد عليها. هو كل فكرهم إيه؟ الأناجيل كتبها مين؟ متى، مرقس، ولوقا، ويوحنا. طبعا هيجي جزء هيقول لك الأناجيل دول مش مكتوب مين اللي كتبها في المخطوطات بتاعتها، وده ممكن نتناوله في يعني بالنقد يعني والرد عليه. لكن هي الفكرة انه التلاميذ دول كانوا مؤمنين بالمسيح ولا ما كانوش مؤمنين بالمسيح؟ ها، مؤمنين بالمسيح. فأنا لما باجي أكتب مثلا، لو أنا بحب مثلا المرنم بهجت، أخونا بهجت، لو أنا بحبه كويس هكتب عنه إيه؟ حاجة كويسة، مش هبقى موضوعي، هتنتزع مني صفة الموضوعية، هكتب اللي أنا شايفه فيه من أمور كويسة. فبما أنه الكتاب المقدس أو الأناجيل كتبها أتباع للمسيح، تلاميذ للمسيح، مؤمنين بالمسيح، فبذلك تنتفى منها أو تنتزع منها أو انتزعت منها المحايدة. فالصورة اللي عن يسوع دي الصورة اللي هم شايفين جمال يسوع فيها، لكن مش لازم أقبلها أنا بالشكل ده. أنا أدور على يسوع برا في مجال وفي مكان آخر. ما اعرفش كم واحد فيكم متابع بارت إيرمان ولا ارى عن كتاباته، لكن قبل ما انقل لجزء اخر، في واحد الماني ما ينفعش ان احنا نعديه، وللاسف ده مؤثر فكره في العهد القديم وفي العهد الجديد. يعني ما تجيب اسم بولتمان هتلاقيه في العهد القديم وفي العهد الجديد. ليه؟ لانه هو عنده نظريه او عنده تفسير بنسميه التفسير الأسطوري. كويس؟ هو نادى بأن كل حاجة فوق طبيعية، فوق طبيعية هي مجرد أسطورة ولا ينبغي أن نقبلها. بأول ما تبدأ من بداية سفر التكوين، من الخليقة وسقوط آدم ونوح وحياة إبراهيم والخروج من مصر والبرية، وتيجي للعهد الجديد، الحياة المسيح والميلاد العذراوي وحياته ومعجزاته وموته وقيامته، اعتبر ده كله في الكتاب المقدس عبارة عن ايه؟
اساطير. طب انت اذا نزعت ده من كتاب المقدس بقى فيه ايه؟ ما تبقاش في حاجه، ما تبقاش فيه شخص الله نفسه. اللي بيدرس عهد قديم هيقرا كتابات بولتمان، واللي بيدرس عهد جديد هيتعرض لبولتمان. نيجي لملاحظات مهمه قوي. تاريخيه يسوع بدات كمشروع، بدات مع عصر التنوير حتى ينتزع يسوع من العقائد المرتبطه بوجوده، فبالتالي عقيده التجسد وعقيده الميلاد العذراوي وعقيده لاهوته وعقيده الموت الكفاري وعقيده ايضا القيامه من بين الاموات وعقيده المجيء الثاني. انزع يسوع من كل هذه العقائد، لانه الكنيسه هي اللي عملت هذه العقائد، وبالتالي قدمت يسوع مختلف عن يسوع التاريخي. فالفكره ان انت تنزع المسيح من كل ايمان العقيده، تحط العقائد دي كلها على جنب، وبعدين تدور على شخص اسمه يسوع في التاريخ. المرحله الاولى اللي اتكلمنا عنها حاولت تنتزع العقيده وتفصلها عن يسوع التاريخي. وانس ان انت بدات ترفض الايمان بالمسيح كما هو مسجل في الاناجيل، انت كل العقائد بتسقط. في حقيقه لابد ان احنا كلنا نعرفها، حقيقه اساسيه جدا جدا جدا، وبالاخص واحنا في مؤتمر دفاعيات. اذا طعنت في الوحي الالهي سقطت كل العقائد المسيحيه، واذا تمسكت بالوحي الالهي ثبتت كل العقائد المسيحيه. المرحله الثانيه نادت بالتاثير الهليني. لا، الاناجيل اتاثرت بالاساطير الهلينيه اليونانيه القديمه وتبنوا منها الاساطير. المرحله الثالثه تنادي بان حياه وتعليم يسوع ومناقشتها مع فرضيه ان ليس كل الاقوال والاعمال هي تنسب ليسوع. واجل الى مدرسه اخيره. خلينا نتكلم عن الفرضيه الاول دي، اشرحها وبعدين اتكلم عن المدرسه الاخيره. الفرضيه هنا بتقول لي فرضيه مسبقه. على فكره كل واحد عنده فرضيه مسبقه، presuppositions، بتيجي بيها للكتاب المقدس، واوقات بتفرضها على الكتاب المقدس، اوقات مش عايز تشوف الا البراهين اللي تؤكد الفرضيه اللي عندك. الفرضيه المسبقه التي بنيت عليها او بني عليها البحث عن يسوع التاريخي هي ان الكتاب المقدس هو، او ان يسوع الكتاب المقدس هو ببساطه ناتج واختراع الكنيسه الاولى. الكنيسه الاولى فسرت حياه يسوع بعيون وفكر ثقافه القرن الاول، والتي لا يمكن ان تقبل اليوم. لهذا الوصول الى يسوع التاريخي لابد ان احنا نتجاوز التفسير اللي قدمته الكنيسه، وندور على يسوع خارج التفسير العقائدي اللي قدمته الكنيسه. او خلينا اقولها بنقطه اخرى، critical christology or confessional christology. النقاد بيعتبروا نفسهم بيتبعوا المدرسه الاولى، critical christology. كريتيكال كريستولوجي يعني هو مش مؤمن بالعقائد المسبقة اللي قالتها الكنيسة وأقرتها الكنيسة وأتكلم عنها الكتاب المقدس. هو بيدور على يسوع بطريقة نقدية برة، وعشان كده هو رافض انه يقبل العقائد اللي بتنادي بيها الكنيسة، وبيقولوا علينا احنا ان احنا ايه؟ كونفيشنال كريستولوجي. احنا عندنا اعتراف بالإيمان بيسوع، وده اللي بيخلينا نرى يسوع بعيون الكنيسة الأولى. طبعا لأن مدرسة البحث عن يسوع التاريخي بتعمل من منطلق افتراضات واقتناعات مختلفة، فهي بترفض كل تاريخ الكنيسة وكل كتابات الرسل وكل العهد الجديد وكل ما يتعلق بأنه يكون كتب من منطلق جماعة مؤمنة. ده الفكرة بتاعتهم، فكرة الرفض الوحي الإلهي. في اتجاهين النهاردة هما يعتبروا أكتر اتجاهين حديثان في أو مسيطران خلال 30 سنة اللي فاتت. أسطورة تجسد الله، ده في الغرب يمكن اكثر انه ده اسطوره،
تجسد أسطورة. والجروب الثاني اسمه بيسموا نفسهم جيسس سيمينار، ندوة يسوع. ودول مجموعة في سان فرانسيسكو في معهد ويستر، ومجموعة كبيرة من العلماء بس كلهم متحررين وعندهم فند، عندهم فلوس، بيجتمعوا مع بعض ويعملوا ايه؟ هم اللي يكرروا ماذا قال يسوع وماذا لم يقله يسوع. يعني ياخد المواعظ على الجبل ويدرسوها ويقدموا عليها ابحاث، وبعدين يوصلوا طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. نصوت بعد ما سمعنا المحاضرات عن او ليكتشر عن البحث عن القول ده، نصوت مع بعض مين اللي يؤمن ان يسوع قالها 100%، ومين اللي يؤمن ان يسوع قالها 75%، ومين اللي يؤمن ان يسوع قالها 50%، ومين اللي يؤمن ان يسوع ما قالهاش. وتكتب النتائج ويطبعوا كتاب مقدس ويحطوا فيه هذه النتائج امام كل عبارة من عبارات الرب يسوع المسيح. فأصبح تصويت على الوحي هو الصفة السائدة. وليهم كتب كتيرة، وليهم بايبل بتاعهم وحطوا فيه إنجيل برنابا يعني إنجيل خامس وطبعوه إلى آخره. إنما أنا ما نيجي إلى أسطورة التجسد أو The Myth of God Incarnate، وده بالأخص جون هيك طبعه في فيلادلفيا سنة 1977، وهو رفض فكرة التجسد واعتبر ان اللاهوت بالمسيح او لاهوت المسيح عبارة عن اسطورة. اجي لي جزء المهم، كيف نعرف عن يسوع؟ اللي انا كنت عايش من 2000 سنة في اليهودية، ولا ابويا وامي كانوا عايشين في اليهودية من 2000 سنة، ولا انا كنت مريض بركة بيت حزدة اللي زاروا المسيح واقاموا، ولا انا كنت بارتيماوس الاعمى اللي شافى بصره ورجع له البصر، ولا انا كنت شاهد على الصليب، ولا انا رحت القبر وشفته، ولا انا سمعت المسيح لما كان بيوعظ على الجبل، ولا انا كنت قاعد على جبل الزيتون وهو بيقول الوعظة الاخيرة بتاعته عن المجيء الثاني، ولا انا سمعته لما كان بيتكلم عن الامثال الملكوت وبيعلم عن امثال الملكوت. انا مش شاهد عيان، انا ما عصرتهوش، انا ما اعرفش عنه يعني بصفة اولى يعني او بدرجة اولى ان انا كنت واحد من العايشين. انا جيت بعد 2000 سنة من المسيح واتولدت في القاهرة، فازاي اعرف عن يسوع؟ يا ترى هل عندي مصادر اقدر استقي منها معلوماتي عن المسيح؟ والسؤال الاصعب والمحتاج تفكير اكتر، وهل المصادر اللي انا بتكلمني دي عن المسيح اقدر اثق فيها ولا ما اقدرش اثق فيها؟ هل هي مصادر لها مصداقية ولا مصادر ملهاش مصداقية؟ الجزء ده مهم، انا بعتبر الجزء ده اهم جزء فعلا، لانه لو عندنا شك في الاناجيل، لو الاناجيل غلط فيما سجلته عن يسوع من الناحية التاريخية، يبقى احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، يبقى كل ايماننا عن يسوع طلع بومبا. هتقول لي بس انا تربيت في الكنيسة كده وقالوا لي كده وانا مصدق الاناجيل كده، اقول لك ده كان ينفع من كام سنة، بس يمكن الوقت اللي احنا عايشين فيه ده محتاج شوية اعمق من كده. يسوع نفسه معضلة الاخرى، مش بس ان انا ما كنتش شاهد عيان، ومش بس ان انا ما عشتش من 2000 سنة مع المسيح، المعضلة الاخرى ان يسوع نفسه ما كتبش. يعني النهاردة مثلا لو انت حبيت ان انت تعرف فكر ايهاب عن بعض القضايا في الاناجيل، ترجع ليه؟ لكتابه، صح؟ لو يعني لو الجيل اللي جه بعدينا واحنا كنا رحنا السماء، هيجي يدور على كتاب
يعرف منه فكر إيهاب أو فكر أشرف، هيجيبه من كتاب. يسوع ما تركش كتاب، ما كتبش بإيده كتاب، ما جاش كده وقال أنا هكتب الأمثال اللي أنا قلتها علشان تبقى موجودة للجموع، ولا أنا هكتب عن حياتي ويفسر موته إلى آخره. يسوع ما تركش حاجة. يبقى أنا عندي المشكلة الأولى، أنا مش شاهد عيان، صح؟ المشكلة الثانية أنه أنا الأناجيل دي إزاي أثق في مصداقيتها؟ حاجة الثالثة أن يسوع نفسه ما كتبش لينا حاجة يقدم بيها عن فكره، يعبر منها عن فكره. عشان أجاوب على السؤال الأخير، هبدأ بالإجابة على السؤال الأخير قبل ما أتكلم عن السؤال الأول والثاني، المعضلة الأخيرة. أفترض لو أنا بدرس بقالي 3 سنين 4 سنين، بقى عندي مجموعة من الطلبة، طلبة الماجستير اللي بدرسوا عهد قديم معايا، كويس؟ لو أنا ما كتبتش كتاب وكل اللي قلته كان مجرد حاجات في المحاضرات وهم سجلوها، اللي أنا بقوله هم عملوا إيه؟ بيكتبوا نوتس أو بيحفظوه أو بيسترجعوه أو بيعتبروه جزء مهم جدا لفهمهم للعهد القديم. لو أنا مت، يقدر الطلبة بتوعي اللي بقالهم 3 4 سنين بيدرسوا معايا عهد قديم، كويس، يقدروا يعبروا عن اقتناعاتي وإيماني وفكري ولا ما يعرفوش؟ أسمعها منكم بصوت عالي، يعرفوا وعلى فكرة ويقدموا الفكر ده بأبعاد مختلفة، يقدموه من وجهة نظر مختلفة. كل واحد هيكتب الحق اللي أنا قلته لكن هيكتبه من وجهة نظر مختلفة، فيبقى حتى اللي أنا قلته ليه غنى أكثر من اللي يمكن سبته أو كتبته. واضحة الفكرة؟ فهي مش مستحيلة، مش مستحيلة أنه يأتي تلاميذ المسيح، متى كان تلميذ للمسيح، ومرقس كتب على لسان بطرس زي ما بيقول لنا أباء الكنيسة من أول يعني بابياس وغيره بيتكلموا عن الإنجيل، مرقس كتبه على لسان بطرس، ولوقا كان تلميذ لبولس الرسول ومعاصر له في كل خدمات، وتتبع القصة من مصدرها. وأنا أؤمن شخصيا أن لوقا تقابل مع مريم العذراء، لأنه في تفاصيل في 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 الميلاد العذراوي ما حدش يعرفها غير اللي حصلت معاه. واجي ليوحنا، يوحنا الحبيب واحد من تلاميذ المسيح، يقدروا يكتبوا عن يسوع المسيح ولا ما يقدروش يكتبوا؟ كتبوا عن يسوع المسيح وكتبوا من 4 وجهات مختلفة نفس الحق عن نفس الشخص وقدموا لنا فكره. دي حقيقة. حقيقة بقى تالتة أو جزء التالت، معضلة تالتة، هل هناك مصداقية للأناجيل؟ هل هناك مصداقية للأناجيل؟ هل الأناجيل الأربعة ينفع نصدقها كوثائق تاريخية أمينة جدا في كل ما كتبت وسجلت عن يسوع المسيح ولا ما نقدرش؟ لأنه ده مربط الفرس، دي النقطة الأساسية. علماء العهد الجديد حطوا كريتيريا معينة وتقدر تطبقها على أي وثيقة تاريخية قديمة. الغريب أن النقاد أو المتشككين عمرهم ما بيشكوا في تعاليم أرسطو ولا أفلاطون، ما بيشكوش، ولا بيشكوا في تاريخية أرسطو ولا تاريخية أفلاطون، ولا كتبوا كتاب عن The Quest of the Historical Plato مثلا، كويس؟ لا، مع أنه أرسطو وأفلاطون، كويس؟ ما عندناش كتابات كتبوها، والنسخ اللي موجودة موجودة بعد موتهم ب 750 سنة. المخطوطات اللي موجودة، اللي أول مخطوطة بتكلمني عن واحد اسمه أرسطو أو أفلاطون بتعود إلى 500 سنة ميلادية، وهم عاشوا في القرن الرابع قبل الميلاد. لكن لما يجي للكتاب المقدس هو عنده حساسية عن الكلام ده.
عنده حساسيه، ويمكن ده اتغطى اكتر في المخطوطات الكتاب المقدس مقارنتها بغيرها. لكن ايه المصداقيه؟ الاعتراضات اولا قالوا لك ايه؟ نادى بعض الدارسين ولا سيما اللاهوتيين المتحررين بان الاناجيل لا يمكن ان تكون سجلات تاريخيه. ليه يا عمي؟ ليه يا حبيبي ما تبقاش سجلات تاريخيه؟ قال لك لعده اسباب. اول سبب، منبع الاناجيل هو التقليد، بينما التاريخ هو وثائق تاريخيه مكتوب. يعني ايه تقليد؟ يعني عقبال لما اتكتب انجيل متى او اتكتب انجيل لوقا او اتكتب انجيل يوحنا، كان في فتره زمنيه 30 40 سنه ما بين قيامه المسيح وصعوده وما بين كتابه ايه؟ كتابه الاناجيل. فالتعليم المسيح كانت بتتناقل ايه؟ شفهيا. ويقول لك بقى ايه؟ يقول لك اصله فاكر لعبه التليفون الخربان؟ فاكرين لما كنا صغيرين في المؤتمرات ونلعب كده لعبه اسمها التليفون الخربان، نعمل دايره وبعدين اقول عباره انا اساسا بقولها بقصد انه اللي بيسمعها جنبي ما يفهمهاش، ما هو لو فهمها تبقى اللعبه باظت. فاقول كده عباره نص الكلام فيها متاكل، فيفهم اللي يفهمه وينقله هو للي بعده بحسب ما فهمه. عقبال لما توصل للاخر تكون مختلفه 100% عن اللي اتقالت في الاول. فبيقول لك ده التقليد الشفوي. لا، التقليد الشفوي كان غير كده. حضاره اليهوديه مبنيه تعليم فيها على الحفظ، مبني على الحفظ، كل حاجة كانت بتحفظ. حتى الحضارة اليونانية والفلاسفة كان ليهم تلامذة يحفظوا كل ما يقولوا من أفكار، هو قاعد جنبيه دوره أنه يحفظ. تلاميذ المسيح كانوا كده لأنهم كانوا يهود وحفظوا. على فكرة بعض المفسرين بيقولوا لنا أنه إذا حولت الأناجيل أو تعليم المسيح في إنجيل متى حولتها إلى الأرامي، تصبح أكثر من 88% منها مكتوبة شعرا. ودي الطريقة اللي كانوا بيعلموا بيها وبيحفظوا بيها، إنها تقال بطريقة معينة حيث يبقى سهل الحفظ. الحاجة الثانية والاعتراض الثاني، لك الأناجيل بتتكلم عن أمور مستحيلة بينما التاريخ بيتكلم عن امور ممكنه، وده احنا غطينا النقطه دي. حاجه الرد بقى على الاعتراضات، منبع التقليد الشفوي لا يقلل من تاريخيه النصوص. مين اللي قالك انه يقلل من تاريخيه النصوص ولا تاريخيه الاحداث؟ لان كل الاشخاص كانوا عايشين، معظمهم كان عايش وكان يقدر يرجع يتشيك تاريخيه الحدث معين مع الاشخاص اللي حصلت. التقليد الشفوي كان وسيلة الأساسية للتعليم في القديم. وبعدين احنا كمؤمنين عندنا حاجة مهمة جدا ينبغي أن لا نهملها، وهي دور الروح القدس. الموضوع ده مش موجود عند المتشكك بس موجود عندنا. كتبه أناس الله ملوم قديسون مسوقين من الروح القدس. فاحنا مش بننتزع المكتوب من سلطان الروح القدس. It's not a human effort 100%. It's a human effort 100% and a divine effort 100%. وده الكتاب المقدس. ايه بقى المعايير بتاعت المصداقية؟ اي ده على فكرة مش ده بنطبقه على الأناجيل، ده بنطبقه على اي نص اخر قديم تاريخي. خلي بالكم المعايير دي مش معايير مرتبطة بالكتابات الموحى بها والأناجيل، دي معايير بيطبقها العلماء حتى على كتابات أرسطو، مخطوطات أرسطو، أو على كتابات حد من الفلاسفة القدماء. ده بيطبق كمعيار على الكتابات. أول معيار بنسميه معيار إيه؟ معيار الزمن. كلنا عارفين يعني إيه معيار الزمن. فترة زمنية اللي كتبت فيها الأناجيل فترة قصيرة جدا مقارنة بأي كتابات أخرى قديمة اتكتبت. زي ما قلت لكم كتاب ما بين حياة أرسطو ما بين النص اللي موجود حوالي 750 سنة. احنا عندنا كتابات العهد، ويمكن لو رجعنا الى رسائل بولس نعرف انه اول رسائل بولس سواء تسالونيك الاولى او غلاطيا، البعض يقول دي او دي، كتب سنة 49 ميلادية.
49 ميلاديه من انه قيامه المسيح كانت 33 ميلاديه، يبقى عندك كام سنه؟ 16 سنه. 16 سنه ليست فتره كبيره، فتره قصيره جدا في العالم القديم في فتره الكتابات انك تكتب. فشهاده الزمن بتؤكد ليا، وعشان كده بولس الرسول لما اتكلم عن قيامه المسيح قال عباره اوقات كتيره يمكن ما بناخدش بالنا منها. لما اتكلم في كورنثوس الاولى واتكلم عن ان المسيح ظهر في كذا وكذا 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 وظهر لاكثر من 500 اخ، وبعدين قال ايه؟ ها اسمعوا منكم، واكثرهم باق الى، يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو مش مصدقيني روحوا لهم. ده فرق الزمن. لو واحد كتب عن قيامة المسيح بعد 200 سنة مش ممكن يقول العبارة دي. ودراستنا لأي أساطير قديمة بنعرف إن الأسطورة بتاخد حوالي 200 سنة عشان تطلع بعد موت الشخص. مينفعش تطلع في الجيل الأولاني، ومينفعش تطلع مع شهود كانوا موجودين في حياته. فأنا لو حبيت أعمل شخص أعمل منه أسطورة هكتب بعد كام سنة؟ 200 سنة. يعني ما ينفعش النهارده اعمل السيسي اسطوره. احنا نتكلم في السياسه الان بس ماشي. لكن ممكن بعد 200 سنه يجي واحد ليه؟ لانه كل الشهود العيان اللي موجودين النهارده يكونوا ماتوا، فعايز يكتب اللي كتبه بقى بمزاجه. كويس؟ شهود العيان كانوا معاصرين كثيرين للنص الكتابي. حاجه ثانيه اي ويتنس. يبقى مش بس الزمن لكن كمان ايه؟ شاهد العيان. هنقول مين اللي كان شاهد عيان؟ متى كان شاهد عيان؟ صح؟ بطرس كان شاهد عيان، يوحنا كان شاهد عيان. دول عاشوا مع المسيح، دول كتبوا عن المسيح، دول عاينوا كل شيء حتى التفاصيل الدقيقة. دايما الكذب بيبان في التفاصيل. اللي مش بيكذب يكتب تفاصيل أكتر، اللي بيكذب ما يكتبش تفاصيل خالص. واضحه الفكره؟ يعني لو انا حبيت مثلا اعمل كده فابريكيشن واقول انه المسيح لم يصلب، اقول عنه بس عباره واحده وخلاص، لم يصلب. كويس؟ طب اديني ادله تفاصيل. لا، اصل لو اديتك تفاصيل هتكشف ان انا مش حقيقي. لكن تيجي للاناجيل الاربعه، 40% من الاناجيل الاربعه من محتواها بيتكلم عن الاسبوع الاخير من حياه المسيح، المكان والزمان والمين وعمل ايه وحصل ايه وراح فين وكل التفاصيل. ليه بيتكلموا عن التفاصيل؟ لانها حقيقه، لانها تاريخ، لانه شهود عيان. فمعيار شاهد العيان له وزنه. افضل المعايير اللي بتستخدم هشرحها ولا اشرحها. لو انا حابب اكتب حاجه عن 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 سيدي، عن عن الشخص اللي انا بحبه، هشيل كل حاجه تبقى محرجه عنه. صح معايا ولا معايا؟ انا هسال في الحاجات دي على فكره بعدين. فيعني هعمل ايه؟ انا هكتب الحاجات اللي هي ما زالت لحد النهارده تساؤلات عن حياته، انا هشيلها. هديكم بعض الامثله. مش بس معيار الحرج بالنسبه للمسيح كمعلم ليا، حتى معيار الحرج بالنسبه للتلاميذ نفسهم. يكتبوا حاجات ما تقللش منهم، ما تقللش من مكانتهم. كويس؟ ده بيسموه معيار الحرج. لما نيجي نطبق دون على اقوال المسيح من لحد النهارده ما زلنا هو ليه الرب يسوع اتعمد من يوحنا المعمدان؟ كم واحد سال السؤال ده؟ ليه؟ واحنا عارفين ان معموديه يوحنا المعمدان كانت معموديه للتوبه، فكيف للرب يسوع انه يذهب الى يوحنا المعمدان ها ويعتمد من يوحنا المعمدان؟ والسؤال ده كان موجود في الكنيسه الاولى وموجود لحد النهارده عند حتى بعض كثيرين من الناس. ازاي يسوع العظيم دون اللي انتوا بتقولوا عنه ان هو الله المتجسد يروح ويعتمد من يوحنا المعمدان؟ طبعا بنضطر ايه نشرحها. بس على الاقل لو انا هكتب، لو انا ككنيسة هألف عن يسوع هشيلها. هو انا ناقص مشاكل؟ ما كفاية اضطهاد اليهود واضطهاد الرومان، كمان هبقى في نقد كمان على حياتنا؟ اشيل القصة دي. واضحة الفكرة؟ حاجة تانية، قول المسيح: واما ذلك اليوم وتلك الساعه
فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. كم واحد اتسأل السؤال ده؟ لو أنا هقلب بقى بطرس، بطرس هيقلب بقى حاجة والكنيسة الأولى هتقلف، مين يتخيل أبدا إنها تكتب عن المسيح بهذا الشكل اللي ما زال لحد ما يقول لك أهو بص هو بيقول إن هو ما بيعرفش، هو بيقول إن هو في حاجات مش عارفها، يبقى هو مش الله. ما زلنا لحد النهاردة بنجاوب على الأسئلة دي، صح؟ وأبي أعظم مني. غير كده فقال لها يسوع لماذا تدعون، لما هو يسوع لماذا تدعوني صالحا، ليس أحد صالح إلا واحد وهو إيه؟ وهو الله. دي كلها معايير مهمة جدا. مش هقول عن يسوع كمان إنه تعب، مش هقول عن يسوع إنه جاع. لما يروح يسوع بستان جثيماني مش هقول انه اكتئب. كم واحد موافق معايا في الفكره دي؟ صح. لو انا هالف حاجه، لو الكنيسه الاولى هتالف حاجه، طب ليه كتبتها؟ لانها تاريخ، لانها حقيقه، لانها امينه نحو الحدث، لان متى وموروس ولوقا ويوحنا امناء نحو ما كتبوا. حتى اللي كتبوه كان بيخليهم يجاوبوا على أسئلة فيما كتبوه عن يسوع المسيح. ما هو أريوس استخدم إنه أبي أعظم مني، ولو الكنيسة هتألف كانت شالت إيه؟ أبي أعظم مني. ما كانش أريوس لقي حاجة يتمسك بيها. معيار الحرج، وده بنجده في كتاب المقدس. حاجة تانية، رب يسوع اتكلم عن الذين خصوا انفسهم من اجل ملكوت السماء. مين يخطر على باله ان يتكلم عن مجموعه خصاهم الله وخصوا انفسهم؟ يعني الكلام حتى صعب، اليهود نفسهم تساءلوا يعني ايه. رب يسوع كمان قال ايه؟ قال جاء ابن الانسان ياكل ويشرب فيقولون هو ذا انسان اكل وشريب خمر. طب ازاي رب يسوع قال الكلام ده عن نفسه؟ وازاي التلاميذ لو هيألفوا القصة يقولوا الكلام ده عن يسوع لو هم هيألهوه؟ من الأمور كمان المحرجة أن واحد من تلاميذه يخونه، واحد من تلاميذه ينكره. ده حاجة مش كويسة في حق المسيح. ده معناه أنه هو ما ربهمش، ما علمهمش، أو ما عرفش يعلمهم، ما عرفش يعني يحميهم من التجربة. ده أنا بكلم بالتفكير البشري. لو هنتكلم من الناحية البشرية النقدية، ففي امور كتير او انت بتقراها في الاناجيل، انت لو هتالف انجيل هتشيلها، ولو الكنيسه هتالف انجيل هتشيلها. معيار اخر، معيار الاختلاف. في حاجات في المجتمع الناس متعوده عليها. لو الكنيسه هتيجي تالف عن يسوع هتقدم يسوع اللي بيتماشى مع ايه؟ مع المجتمع، مش ضد المجتمع. كويس. من ضمن الحاجات دي مثلا الصوم. اليهود كانوا بيصوموا ما كانوش بيصوموا؟ صوموا يومين في الاسبوع، يومين في الاسبوع. وعاش قال لك واصوم ايه؟ مرتين في الاسبوع. تلاميذ يوحنا المعمدان كانوا بيصوموا ما كانوش بيصوموا؟ لما جم بقى للمسيح وقالوا له لماذا لا يصوم تلاميذك زي تلاميذ يوحنا؟ النص نفسه لو انت عايز تعمل حاجه بقى مماشي، لانه يوحنا راجل كويس وتصوم مش وحشة، صح؟ يعني ك ك ك يعني كشيء لو هتاخده بالمعنى الكتاب الحلو الصوم جيد. طب ازاي يجي المسيح يقول لهم مش هيصوموا طول ما العريس موجود معاهم؟ مش هيصوموا. المسيح عمل حاجة مختلفة، كل الاختلاف عن ما بينادي بيه يوحنا وعن ما بينادي بيه اليهود. مش كده الرب يسوع قال فعلا الاقوال دي؟ ليه؟ لانها ما كانتش حاجه معتاده. من الاقوال المميزه للرب يسوع ليس شيء من خارج الانسان اذا دخل فيه يقدر ان ينجسه. اليهود بيغسل ايده وبيغسل رجله وبيغسل الاطباق وبيغسل الصحون، ولو هيمر على يروح السوق مثلا يشتري فواكه لازم يشتري الفواكه اللي بتتقشر، لانه ما تعرفش يمكن جاي من عند الامم الوثنيين اللي حواليهم، فعشان يقدر ياكل. كان شخص يعني مهلوس بالنظافه بالنجاسه،
الطهارة مقابل النجاسة. الشيء الطاهر ياخده. يجي المسيح يقول لهم اوعى تفكر بالطريقة دي، ليس ما يدخل الفم هو اللي ينجس الانسان. طب ازاي يعني ما اغسلش ايديا؟ طب يعني ما اهتمش بالمواضيع دي؟ رب يسوع قال لهم انتوا بتفكروا غلط، مش ده. لو الرب يسوع يعني لو الكنيسة هتألف حاجة للمسيح ما كانت ده تعليم يهودي، تعليم ناموسية. يجي الرب يسوع يقلب الموازين ويهتم بما داخل الإنسان وليس بخارج الإنسان. طب ليه اتقال ده؟ لأنه حقيقة اتقال. ليه تسجل في الأناجيل؟ لأنه true history facts سجلت. المعايير دي مهمة جدا جدا جدا، حتى في نقاشنا أنا لازم أفكر فيها. أنا مش بقبل الأناجيل لأنه الكنيسة قبلت الأناجيل، أنا بقبل الأناجيل لأن هناك معايير تقول لي إنه الأناجيل صادقة، هناك منطق إن أنا أصدق إنه فعلاً الأناجيل اتكتبت في كل ما كتب عن يسوع المسيح هو الحق، وبالتالي أنا مش محتاج أدور عن يسوع برا. أنا لو عايز أعرف يسوع هعرف يسوع من خلال الأناجيل. وهتقابل مع يسوع في الأناجيل، ولأن الصورة الحقيقية اللي تقدمت عن يسوع هي في الأناجيل. هقف هنا وكمل المرة اللي جاية، لكن أشكركم لأجل استماعكم.